أسباب الحزن أو الإحباط اللي بيصيب الناس الطيبين هو كتر الأذى اللي بيشوفوه من الناس لبعضها. كم الناس اللي بتتكلم على بعض، وكم الناس اللي بتسرق فلوس بعض، وكم الناس اللي بتستغل ضعف بعض أو بتظلم بعض عشان المصالح. والحقيقة أن في سنة من السنن التي قضى الله سبحانه وتعالى بحكمته أن يدار بها الكون اسمها سنة التدافع. سيظل هناك دائما خير وشر، ظالم ومظلوم، وبقاؤهم لحكمة ربنا. بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. كم الخيرات والخبرات الناشئة من اجتهاد الإنسان لحماية نفسه وسعي الإنسان لتحسين نفسه حتى لا يستضعف كتير جدا، والواقع بيشهد بكده. وانت اذا تعرضت لإيذاء وقدرت انك انت تحمي نفسك او تاخد حقك من غير لا تعدي ولا ظلم، بسم الله لا تتأخر، اقف للي بيضايقك او يسلبك حقك بالأدب والقوة النبوية الرحيمة واحمي نفسك. لكن التحدي الأكبر في عجز الإنسان عن أخذ حقه او توقيف الأذى اللي بيحصله، او رغبة واعية مع وجود القدرة ان ناخد حقي، في رغبة من جوايا على عدم الدخول في صراع حفاظا على مصلحة أكبر من هذا الحق. وهنا القرآن يذكر أربع طرق للشخص اللي بيتأذي وليه حق ومش عايز أو مش قادر يسترد الحق ده. أربع طرق يتعامل بيهم عشان ما يموتش بخسرته ويقدر يتعايش مع وجود هذا النقص في حياته، إن حقه مش راجع: الصبر الجميل، والصفح الجميل، والهجر الجميل، والصراح الجميل. الصبر الجميل هو الصبر الذي لا غضب فيه ولا شكوى. ربك بيقول: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. بيحتاجها الإنسان اللي في رحلة إصلاح لشريك الحياة أو صديق أو مدير أو ابن أو خلق معين في أهله. هو بيحاول يصلح الخلق ده لكنه محتاج يصبر، علشان الخلق ده لو كل مرة ظهر في وشه أم غضب واتخانق مش هيعرف يوفر مناخ صحي للإصلاح، والشيطان هيبقى حاضر وبقوة. عشان كده هذا الصبر مع الإصلاح دون غضب أو شكوى هو اسمه الصبر الجميل. أما الصفح الجميل عن اللي بيؤذيك هو المسامحة دون عتاب وتذكير دائم بالإساءة الماضية. وذكرت في الآية: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. الصفح ده بتدوم مع العلاقات، وهو خلق سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. كان بيسامح لو حد أذاه وما عادش يذكر الموضوع كتير، وكانت تهجره زوجاته الليل حتى الصباح وهو يصفح عشان تكمل الحياة. وواحدة من زوجاته وهم مختلفين تقول له: اتكلم انت ولا تقل إلا حقا. وهل يقول رسول الله إلا حقا فيصفح حتى تستمر الحياة؟ ينبه، لكن هو بينبه بيصفح. واحنا محتاجينها جدا مع المقربين، لان الاحتكاكات الكتيرة بتعمل اختلافات دائمة، وكلام ممكن ما يرضيش. فانت تنبه على اللي بيضايقك ثم تصفح صفحا جميلا، وما تجيبش تاريخ المشاكل في كل نقاش لانك صفحت خلاص. وبالصفح الجميل تستمر العلاقات الطويلة. رقم 3: الهجر الجميل. ربك بيقول: واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. الهجر الجميل في حقنا هو التراجع والبعد مع إبداء النية الدائمة في الإصلاح. أنا حزين على اللي احنا وصلنا له في علاقتنا، فأنا هبعد شوية، مش لغضبي ولا إني بايع ولا عايز انتقم، بس احنا قربنا من بعض بيعمل مشاكل أكبر، وأنا مستعدة أجهز وأشارك في أي وضع للصلح. وأنا لما أهجر الهجر الجميل مش هتكلم عليك في ظهرك، وأي حاجة هتطلع مني مهما وصلتك لا يمكن تضايقك أبدا، لأن أنا أصير وأنا بهجر. وأنا بفكرك الهجر الجميل ده بتعمله لما القرب بيزود المشاكل مع إبداء النية الدائمة في الإصلاح. ثم النوع الرابع هو الصراح الجميل. الصراح هو الفراق، وهو أدب الفراق اللي ذكر في القرآن لما سيدنا النبي زوجاته طلبوا منه طلب هو مش قادر يعمله، فعرض عليهم: إما تتنازلوا عن الطلب ده وإما نفترق. يا أيها النبي قل لأزواجك
إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يعني فحقنا احنا بقى لازم نفترق، لأن احنا لو فضلنا مع بعض هنخسر بعض للأبد، فخلينا نفترق مع بقاء الاحترام والحب عشان ما نقتلش الذكريات اللي ما بيننا. الكلام ده على مستوى المتزوجين وعلى مستوى الأصحاب والمعارف وعلى مستوى الزملاء. وساعات ممكن تحصل لما الشركة تمشي إنسان، وممكن دي تبقى أذية ليه، لكنه عايز يمشي وسمعته طيبة لأن ده طبعه، وعشان يحافظ على سمعته في المجال فيخلص المهمة اللي مطلوبة منه ويسلم وحدته بمنتهى الأمانة، وده قمة الشرف والصراحة الجميل. وساعات كتير بتحصل بين المنفصلين أن يحصل بينهم الصراحة الجميل عشان لو بينهم عيال العيال دي ما تشوفش خناقات تفقدهم الثقة في الجواز. يبقى صبر جميل وصفح جميل وهجر جميل وصراح جميل، كلها تعاملات الأسوياء عند تعرضهم لإيذاء الخلق. فاللهم يا جميل احفظنا من إيذاء الغير، واحفظنا أن نتعدى أو نكون من الظالمين، ومن علينا بالجمال في صبرنا وصفحنا وهجرنا، إنك نعم المولى ونعم النصير.